السلام عليكم، ازيكم يا بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد من يتي ستور. ان شاء الله النهارده هنجرب خلطه توابل الفريسكاس بتاعه ماي واي. الخلطه دي بتكفي كيلو من البطاطس، بس انا يعني الكيلو كتير عليا قوي، فاحنا بس هنعمل الاثنين البطاطس دول، فمش هستخدم الكميه كلها، هستخدم حبه على قد الاثنين دول. يلا بينا نجرب، طعمها حلو ولا اي كلام؟ طيب انا قطعت البطاطس دلوقتي اهي، بعدين هجيب دي وابتدي ان انا امشي بالتعليمات اللي هو قايل لي عليها. هو بيقول ان انت بتحطي محتويات الكيس البودرة في وعاء، وبتحطي عليه كوباية مية دافية، وبعدين تعجنيها لحد ما يبقى قوام شبه سايل. بعدين هتحطي البطاطس فيها، تنقعيها وتحطي البطاطس في الزيت، وبعدين بعد ما تطلعيها تحطي التوابل اللي جوه الكيس. هي العلبة جاية فيها كيسين، ده كيس التوابل وده كيس الدقيق اللي هنعجنه بالمية الدافية، تمام؟ فانا هاخد منه معلقتين ثلاثة كده، اعجنهم على قد البطاطستين دول، واسيب البطاطس منقوعة فيها كده ساعة لحد ميعاد الاكل. بصوا بقى، التصوير المرة دي مش هيكون حلو عشان الاستاند بتاعي ابني كسره، فانا ماسكة بقى بايد وبشتغل بايد. نحط مثلا ادي معلقة وادي التانية وادي التالتة، ونحط كمان واحدة. يلا ان شاء الله محد حوش. بعدين نحط بقى ايه، شوية كوباية من، نحط مثلا حبة مية كده دافيين بالنظر برضو، بس مش هتبقى كوباية كاملة. ودي حوالي نص كوباية مية دافية اهم، وقلب قلب قلب. هي تقريبا فيها نشا على فكرة. طيب يلا بقى نحط البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده البطاطستين، هبتدي ان انا اقلبهم. بصوا هقلبهم واجيلكم. انا كنت مستقليه الكميه، بس لا، لقيتها غطت فعلا كل البطاطس، وكانت كميه يعني كويسه مناسبه، لا ما تستقليش بيها، فلا كده تمام غطيتها. انا بقى هسيبها لحد ما المغرب ياذن، وابتدي بقى ان انا احمر قبل الفطار على طول. طيب كده اهو الزيت غزير وسخن تمام. هنحط بقى البطاطس دلوقتي. بسم الله. طيب البطاطس كده طلعت اهي. انا كنت قصدي ان انا اطلعها كده شويه، يعني ممكن تطلعيها صفرا كده شويه، بس عشان عيالي بيحبوها تبقى مقرمشه قوي. هي فعلا مقرمشه جدا يعني. استنوا يا شباب، بور مقرمشه ازاي؟ تعالى دوق كده يا احمد وقول لي. لسه ما حطيناش التوابل، هي بس عايزين نشوفها كده. شايفين هي بس عشان سخنه، بس فعلا ناشفه جدا جدا جدا. انا هحط عليها بقى التوابل دلوقتي، يلا بينا. ماشي، هنحط اهو التوابل. كفاية توابل، ونحطها بقى عند الاكل وندوقها هناك بقى واحنا قاعدين. تعالوا بقى ندوقها. دوقي كده يا سيرة، يلا دوق كده يا احمد. دوق كده، دوق بالتوابل، حطيت عليها التوابل بتاعتهم. بتقرمش قوي صح؟ اه تحفة جدا، تحفة جدا جدا فعلا. بس برش عليها شوية ملح، محتاجة شوية ملح بس. طيب جربوها هتعجبكم. يلا سيبكم بقى وروح انا اتغدى.